تحية لكل من ينضم لنا على 97.5 من مسقط والباطنة و 98.5 من محافظة ظفار، مواصلين معكم في برنامج مع الشبيبة. تم تداول يوم أمس في مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع لشخصين عماني وأجنبية يرتديان الزي العماني في ولاية بدية، وهذه المقاطع والصور كان محتواها مخل بالآداب والحياء، وفي الحقيقة يعني كانت أقرب وكأنها يعني عمل لأفلام إباحية أو شيء من هذا القبيل. يعني تم انتشارها بشكل كبير، وبعدها شرطة عمان السلطانية تابعت هذا الموضوع، وفي حسابها على تويتر كان لهم تغريدة جاء نصها: رصدت الشرطة ما تم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي من صور منافية للأخلاق والآداب العامة لمواطن وامرأة أجنبية، حيث تبين أن المرأة قامت بنشر تلك المقاطع بعد مغادرتها للسلطنة، وقد تم تحديد هوية المواطن وضبطه وجاري استكمال الإجراءات القانونية في الموضوع. هذا ما جاء في تغريدة شرطة عمان السلطانية، وثمنت الجهود التي وتم تثمين طبعا الجهود التي تقوم بها شرطة عمان السلطانية وسرعة استجابتها في مثل هذه الحالات التي دائما يستاء منها الرأي العام وغير مقبولة إطلاقا من المجتمع، ولها أبعاد عبد الله كثيرة. يعني الواحد لما يشوف مثل هذه الأشياء واقعة في مجتمعنا فعلا يستنكر مثل هذه الأشياء، يعني وخاصة أن مثل ما يشار أن الشخص عماني، طبيعة اللبس اللي كان مرتدى أيضا زي عماني، نعم. فكان يعني هذه مساس أيضا أخلاق هوية، يعني كثير من الجوانب مرتبطة بهذا الموضوع، وأيضا الممارسات الأخلاقية اللي فعلا المجتمع بالأمس وقف يعني وقفة واستنكرها على وسائل التواصل الاجتماعي. حقيقة تساؤلات كثيرة دارت في ذهني، من هي، يعني هل في شركة معينة تصور مثل هذه الإعلانات؟ هذه الشركة تعمل لحساب من، لصالح من، تأخذ التصريح من عند من في ما يخص استخدام الهوية العمانية، الزي العماني، الخنجر، البشت، السيف، غيرها هذه من مكونات الأصالة العمانية، يتم استخدامها في الإعلانات بضوابط معينة بدون ضوابط؟ نحن ما نتكلم فقط عن هذه الصور أو الفيديوهات اللي شفناها، نحن نتكلم بشكل عام. إذا كانت الشركة أجنبية وتي إلى السلطنة لتصوير مثل هذه الإعلانات، يعني بوش هي الإجراءات؟ أكيد مهم أن نحن نعرفها. صحيح. والسؤال الأكبر من هذا، كيف لشاب عماني أن يقبل أنه هو يشترك في تصوير إعلان بهذا الطريقة وهو يرتدي الزي العماني بهويته بغيره؟ ما نعرف الحقيقة يعني وش خلفيات، نحن حاولنا من خلال فريق الإعداد أن نوصل لتفاصيل أكثر، لكن يبدو أن هناك في بعض التحفظات، يمكن لأن الموضوع لا زال يمكن قيد التحقيق وغيره من الإجراءات المتبعة في مثل هذه المواضيع. لكن هذه تساؤلات مشروعة أن نحن نعرفها، الموضوع تم تداوله بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك بعض من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى تحدثوا عن هذا الموضوع، ونحن بدورنا نتواصل مع سعادة هلال بن حمد الصارمي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية السيب. مساك الله بالخير سعادتك. الله يمسيكم النور وأهلا وسهلا بكم، حياكم الله. يا مرحبا وسهلا فيك. يعني سعادتك تابعت الاستياء الكبير من المجتمع حول الصور اللي انتشرت بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الزي والهوية العمانية في تصوير إعلانات من هذا النوع. صحيح، بالفعل أنا حقيقة في حديثي راح أنطلق من مقولة جلالة السلطان حفظه الله ورعاه عندما ذكر أن الأرض العمانية والتربة العمانية طيبة لا تقبل إلا طيبة. نعم. فبطبيعة الحال لن يرضى أي عماني غيور على هذا البلد أن يرى مثل هذه الصور ومثل هذه المقاطع أن تنتشر في وسائل التواصل المختلفة ويتم نشرها كذلك في حسابات معينة، ولا نعرف بأي حق، ولا نعرف من هم هؤلاء، ولا نعرف ما هي أهداف نشر مثل هذه المقاطع التي وكأنها حقيقة مقصودة. عندما نرى مثل هذه المقاطع بلباس عمانية تقليدية وليست يعني ملابس حديثة ولنقل، لكنها وكأن الأمر مقصود بأن يبحثوا عن هوية محددة يطلقوا من خلالها هذه السموم الشاذة. بطبيعة الحال الكل أمس استنفر واستنكر ما حدث. حقيقة كان هناك تواصل كبير معي شخصيا في مختلف وسائل التواصل أن يطرح هذا الموضوع، خصوصا بعد ما سمعت الناس وكانت تتابعت مداخلتي مع وزير الإعلام
في طرح هذا الموضوع في إبريل من العام الماضي. نعم. وسبحان الله كان في تلك الفترة قامت بعض الشخصيات كذلك الموجودة هنا من العمانيين بعمل بعض الحركات اللي غير مرغوبة حقيقة لدينا احنا كعمانيين، مما خلاني أثير هذه النقطة لأني بحثت في كل القوانين والأنظمة الموجودة في البلد المتعلقة بالإعلام، ولم أجد للأسف أي يعني قانون أو مواد أو لوائح تنظم عملية الإعلان والدعاية. كل الأشياء اللي موجودة كانت عبارة عن مواد تمنع أو تحظر النشر وتمنع تداول هذا الأمر، ولكن لم تكن هناك أي لوائح تتعلق بتنظيم هذه العملية، من يسمح له بالنشر، من يقوم بالنشر، ما هي العقوبات اللازمة التي تقع على من يقوم ويتداول في هذا الأمر. هي فقط المادة رقم 28 من قانون المطبوعات والنشر اللي تقول إن لا يجوز نشر كلمة من شأنها المس بالأخلاق والآداب العامة، لكن التفصيلات بهذا المادة يعني ما أعرف إذا كانت تتطرق لموضوع الإعلانات أو غيره من خلال متابعتك. هي تراها هي هذه مادة عامة جاءت بهذه الصيغة، ولكن ما وراء ذلك أنا ما أتحدث حقيقة عن، حتى أنا أتحدث عن الإعلانات والنشر الغير مخلة بالأداب العامة. ولنقل أي إعلان كان يقوم فيه ويمارس فيه أي شخص، هذا العمل غير منظم. يعني حقيقة أنا عندما ذكرت لمعاليه يعني من غير جعل اللغة العربية أجد كثير حقيقة من المذيعين وغيرهم يتلفظون بألفاظ لا يعني لا تمش باللغة العربية إطلاقا، غير الأخطاء الإملائية والأخطاء اللغوية وغيرها. الأمر طبعا راح يصير في مسارات مختلفة، ولذلك حتى في موضوع الإعلانات اللي تصير على مختلف الوسائل في التويتر أو في الإنستغرام أو في سناب شات أو في كل الوسائل الموجودة، صرنا نشوف الآن مئات من الناس من يلتقط هذا الفيديو يعمل دعاية لهذا المكان، بل هناك من الناس من تواصل معي وقال لي إحنا الآن بدوا هؤلاء الأفراد اللي هم ما نعرفهم يطلبوا مبالغ. الآن أصبحت هذه الإعلانات ليست مجانية، الآن الشخص راح يجي فريق تصوير كامل معه ويأخذ الشيء الفلاني في التصوير. الأمر سيطول وسيزيد إن لم تكن هناك ضوابط تحكم مثل هذا الأمر. يعني أنا هذا ما يريد، والأكثر من ذلك إن بدت كذلك وسائل التواصل الإعلامي الأخرى يعني تنزل هذه الإعلانات. يعني حقيقة أنا سمعت كم إعلان وما أعلم أنها الموافق عليه أم لا، لكن بدت وسائل التواصل مختلفة تنزل مثل هذه الإعلانات اللي أصلاً ما مصرح لها ولا فيها تصريح للنشر أو التصوير. نعم، استخدام أبناء البلد يعني سعادتك في مثل هذه الإعلانات ويعني تغرير بهم في وجودهم في إعلانات من هذا النوع. صحيح صحيح. يعني أنا للأسف حقيقة يعني ما نقدر نحسن النية حتى في هذا الموضوع حقيقة. أنا رحمن هذا الشاب العماني الله أعلم إيش اللي دار عنده، يعني ما هو الذي قيل له، كيفية التعامل يعني مع حقيقة ما أعرف يعني، ولكن كأي شاب عماني غيور يجب أن لا يقع ويكون فريسة لمثل هذا الأمر. لا أعرف الوعي مبالغ، لا أعرف ما هي وسيلة التواصل معه لكونه يكون في هذا الموقع السيء جدا، بل بالعكس هناك فيديوهات ظهرت يمكن لم تنتشر، يعني كان هناك حتى من الألفاظ السيئة اللي كانت تذكر، ويعني وكأن الرجل يعني كان يبتسم ويضحك كونه عارف يعني هو واقع في ماذا. يعني هنا لذلك يعني أنا أرى أنه الشاب هذا العماني غرر حقيقة فيه، واحتمال لم يكن يتصور أنه هو في موقع راح يكون في موقع شبهة راح يخلي مساءل قانونيا، مساءل أمام المجتمع، كيف تقوم بمثل هذه الممارسة وأنت في بلاد طيبة. نعم. في بلاد لا تقبل وجود مثل هذه الأنواع من الصور أو المشاهد. نعم، ونحن ترى ما نبالغ لما نقول ان الفيديوهات والصور كانت فيها إيحاءات جنسية واضحة، ما كانت فقط مصر يعني صور مخلة للأداب والحياء، تجاوزت هذا الأمر بكثير يعني واضحة بالفعل. نعم، واضحة بشكل بالفعل كبير. وتوقع في ظل يعني التوترات الكبيرة اللي تشهدها المنطقة والأشياء الكثيرة اللي نتابعها اليوم، ما قدرت يعني ما تقدر تمرر مواضيع مثل هذه مرور الكرام؟ يعني هذه الانتهاكات الخادشة فعلا ممكن تكون يعني أعمق مما نحن نرى، فمسألة وجود قانون واضح للتعامل معها وصارم ورادع أتوقع أمر مهم. اليوم هذه أنا حتى ما أعرف هي من أي جنسية، ولكن هي خارج البلد الآن، يعني حن بيكون لنا تواصل مع أحد المحامين نسأل يعني كيف يتم التعامل يعني في مثل هذه الحالات. جميل جميل. حقيقة يعني أنا يمكن بداية
سهيت أن أثني وأشكركم حقيقة كقناة الشبيبة على طرح مثل هذا الموضوع، لأنه بالفعل أنا حتى كثير من الناس تواصلوا معي لما شافوا الإعلان وقالوا لماذا تنشر قدم. إحنا الآن نتحدث عن هذا الموضوع استدراكا لعدم حدوثه مستقبلا. طرح مثل هذه المواضيع الآن ومناقشتها على أرض يعني أرض خلنا نقول تسودها نوع من التفاهم، على أساس أن نصل معكم، نصل مع القانون، نصل مع الجهات المعنية والمختصة بقوانين وبمواد وبلوائح تنظيمية تحدد هذا العمل، بحيث لا يتجرأ إن تجرأوا هذه الشركة وهذه هؤلاء الأفراد على القيام بمثل هذا الأمر مستقبلا مع طرح هذا الموضوع ووجود لوائح منظمة وقانون. نعم. لن يتجرأ أحد على مخالفة هذه اللوائح وهذا القانون، لأنه سيعرف بعد ذلك سيعاقب. نعم. سعادتك عندكم هذا الموضوع، أشكركم عليه وجاء حقيقة في وقته. نعم. سعادتك عندكم أي معلومات إذا كانت هذه الشركة شركة الإعلانات شركة عمانية أم شركة أجنبية من خارج السلطنة؟ والله ما لي معلومات دقيقة، لكن حسب ما أعرف حساب الانستغرام هو باين عليه أنه حساب خارجي ليس حساب عماني. نعم. لذلك حتى كانت في صور أكثر من صور يعني وأخرى، وبعد ذلك الحساب هذا أغلق. فلذلك ما أعرف حقيقة، بس في اعتقادي الجازم أنه ليس حساب من عمان، هو حساب خارجي ينصر صورة يعني ينشر صور مختلفة. لكن نعم. لماذا اختيرت عمان؟ لماذا في هذا الوقت؟ ولماذا يعني ولماذا الزي؟ يعني أنا السؤال اللي يخطر في بالي، لماذا تم استخدام الزي العماني بتفاصيله؟ صحيح. لماذا تم استخدام السيف؟ لماذا تم استخدام الخنجر؟ الوزار حتى الإزار كان ظاهر فيه، ليش؟ يعني هذه الحركات اللي صارت ما تمس أبدا للثقافة العمانية، فحتى استخدام الزي هو اللي أثار الناس بشكل كبير ترى. هكذا هو بالفعل. تعرف الناظر إلى يعني تعرف هذه الصور تنتشر في كل العالم أخي، وكل العالم ينظر للزي العماني زي مختلف، بحيث أنه أي واحد في أي من العالم يرى هذا الزي يعرف أن هذا عماني. نعم. فلذلك وجود هذه الصور وانتشارها قد لا قدر الله يعني يعطي نظرة سلبية حول المجتمع، وقد ينظر الناظر أو يفكر أنه هذه من عاداتنا أو من ثقافاتنا، وتعرف ما يمكن أن يتداوله الناس خصوصا من يريد بعمان الشر، كيف ممكن راح يتداول هذا الأمر. لذلك أنا أقول وقفه ومنعه، حتى عدم تداوله فيما بيننا إحنا كعمانيين، ووقفه بكل وسائل اللي نستطيع إيقافه فيه، هذا هو الأمر المهم اللي يجب علينا أن نعمله الآن. وإن شاء الله كذلك الإجراءات القانونية ستأخذ كذلك مجراها إن كان هناك في بعض النواقص في القوانين وفي الأنظمة وفي اللوائح، يجب على الجهات المعنية استدراكها الآن وترتيبها وترتيب أوراقها حتى يكون أو حتى لا نجد أي ثغرة في القانون أو في اللوائح التنظيمية لحدوث مثل هذا الذي حدث. نعم. سعادتك أهمية متابعة هذا الموضوع، لأن مثل ما شاهدت في بعض التغريدات البعض يتحدث يقول يمكن في مقاطع من أو مشاهد هذه اللي صورت يتم استخدامها في مثلا أفلام إباحية أو غيرها، يعني أتوقع أن محتاجين بعد لخطوات مهمة في متابعة أغراض هذه المشاهد، لأن أتوقع الموضوع بيكون أسوأ بكثير إذا فعلا تم استخدام هذه المشاهد لأغراض أخرى ودمجها مع مشاهد أخرى. إن شاء الله إذا عندنا الآن الجهات المعنية تحركت في الأمر، شرطة كمان السلطانية أكيد راح يكون لها تحرك دولي وليس تحرك محلي فقط، راح يتعرفون على هذه الشركة اللي قامت بالتصوير، على هذه المرأة اللي أذلت نفسها وضعت نفسها في موضع سيء لهذه الدرجة. أكيد سيحاسب كل من يقوم بهذا الأمر. فلذلك أنا أتوقع لن تكون فقط القضية قضية فقط في إطار محلي، إنما إن كانت هذه خرجت خارج البلاد سيتم أكيد البحث عنها والقبض عليها ومحاسبتها، لأني أخلدت بمواد ونظام معمول فيه في بلد إسلامي ذات عادات وتقاليد معروفة. ولعل كذلك يمكن الأخ المحامي اللي راح تستضيفه بعدين راح يوضح هذه النقطة أكثر بإذن الله. فلذلك عند وقف مثل هذا الأمر كذلك إن شاء الله سيتوقف من خلاله عدم تداول، لأن تداول هذه الصور بعد ذلك سيضعهم في 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 محط القانون مرة أخرى. لذلك ما أتوقع أنهم راح يقوم بهذا الأمر، إن بالفعل إحنا تحركنا تحرك جاد. نعم. هذا ما أقوله، تحركنا إحنا تحرك الجاد، الجهات المعنية يعني تضرب بيد من حديد في هذا الموضوع. نعم. إن شاء الله. نعم. سيقف
هذا الأمر في حدود معينة بإذن الله تعالى. سعادة هلال بن حمد الصارمي عضو مجلس الشورى وممثل ولاية السيب، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. شكرا جزيلا لكم وحياكم الله. شكرا شكرا. يعني في كثير من المشاهد أمل كنا نتابعها، ولكن يعني كنا نفضل الصمت حيالها. يعني كثير من الناس اللي يسمون نفسهم موديل أو غيرهم يصوروا مثلا كواليس لحفلات أعراس أو غيره، ونقول يلا ترى يعني هذا شغلهم. طيب الموضوع إنه يتطور بهذه الطريقة هو أمر غير مقبول إطلاقاً. يعني نحن نتكلم عن عمان، عن سمعة، عن هوية، عن عادات، يعني كلها يعني. وطبعاً يأتي في المقام الأول إن نحن يعني الدين حاضر يعني في نفوسنا، فلما نجد ممارسات بهذا الشكل في وطننا طبيعي، هذا ردة الفعل هذه كانت طبيعية جداً من المجتمع. واليوم يمكن عبد الله يعني رغم السلبية اللي ينظر لها لوسائل التواصل الاجتماعي إنها تزيد من عملية انتشار مثل هذه المواضيع تروج لها، لكن في المقابل هذا الأمر يعتبر رادع. أنك اليوم مهما يعني حاولت أن تخفي ما تفعله سيظهر بطريقة اليوم، والمجتمع حاضر أيضا أنه يتفاعل ويستنكر ويطالب بردة فعل أيضا عكسية تجاه هذا الموضوع. لكن هو عاد كل موضوع إلى تداعيات، وهنا بعد لازم نتكلم عن الموضوع. يا جماعة الخير خفوا شوي من تداول الصور والفيديو، يعني في صور فعلا يعني خادشة للحياة يتم إرسالها وتداولها. ما بقى جروب، ما بقى، ما يصير بعد. نكون منتبهين يعني لهذه النقطة، وما نساهم نحن بدورنا في النشر. اليوم القضية خلاص صارت، نحن مستائين، نحن مستائين من وجود صور من هذا النوع. كيف نروح نساهم وننشر مثل هذه الفيديوهات؟ هو البعض ينشر ويتداول بحيث انه يعرف انه في مشكله حاصله في قضيه، لكن في يعني احيانا شويه في تضليل في بعض الصور ممكن، لكن في صور كانت الافضل انها ما تنتشر. انا بالنسبه لي ما شفتها، ما وصلتني. لا ما اتهمت الشمل. لا انا اقصد يعني يمكن ما الكل، في مجموعات يعني تهتم بنشر هذه المواضيع. واذا اتهمتش هذا الدكتور حسين موجود الحين استشاره قانونيه. مساء الخير. مساء النور والسرور. حياك الله دكتور حسين. يا مرحبا وسهلا فيك. يا مرحبا وسهلا. حياك الله، سعيدين بوجودك معنا. حياك الله دكتور حسين الغافري، محامي ومستشار قانوني، دائما حاضر معنا في محطات كثيرة، وأيضا يشاركنا برأي القانوني في مختلف القضايا اللي نستعرضها عبر برنامج مع الشبيبة. يا مرحبا وسهلا دكتور. يمكن تابعت أكيد وسمعت بالموضوع اللي تم تداوله يوم أمس حول بعض المقاطع والصور المخلة بالآداب والتي يعني يرتدي الممارسين لها زي عماني، وكما نشرت أيضا التغريدة من قبل شرطة عمان السلطانية أوضحت أن المرأة أجنبية بينما الرجل عماني، وهناك إجراءات متخذة في هذا الجانب. خلينا نتكلم عن القانون وكيف ينظر إلى موضوع يعني الأفعال المخلة بالحياة والآداب يعني في الأماكن العامة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكركم على الاستضافة وعلى أيضا تسليط الضوء على هذه الظاهرة. للأسف الشديد بالفعل يعني هذه من الاستخدامات السيئة لوسائل تقنية المعلومات. يعني نعم. من الممكن أنه في القضية محل الحديث أن الطرف أحد أطرافه وطرف أجنبي وليس من السلطنة. نعم. وبالتالي من الممكن أنه هذه الأشياء اللي حصلت بالنسبة له هو شيء طبيعي أو في بلده شيء طبيعي، ولكن بالنسبة حال الطرف الآخر هي معاقبة عليها في القانون العماني في السلطنة كأفعال، لأنها تعتبر من الأفعال المخلة بالحياة وبالآداب العامة، واللي المشرع العماني حرص على تجريم هذه الأفعال حرصا على المجتمع وعلى القيم السائدة في المجتمع والأخلاق السائدة في المجتمع، وعلى أنه أيضا المجتمع يعني تعاليم ديننا الحنيف تمنع مثل هذه التصرفات أنها تحصل في البلد. يعني نعم. يمكن كثير من يعني المواد القانونية دكتور يعني أشارت إلى هذا الموضوع. هناك تقريبا في قانون الجزاء في الباب السابع من يعني المواد الخاصة بالجرائم المخلة بالآداب العامة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة كل من وجد في مكان عام يحرض المارة على البغاء والفجور بالقول أو الإشارة أو بأي وسيلة أخرى. واليوم هذه الوسائل اللي انتشرت أتوقع وإن كانت في ظاهرها لكنها هي تدعو لي مثل هذا الجانب من خلال تبادل هذه الصور ونشرها بين فئات مختلفة.
بالفعل يعني هذه عندنا احنا القانون الجزاء العماني الصادر في يناير 2018 يعتبر هو المدونة العقابية العامة في السلطنة، تضمنت فصل كامل بالأفعال المخلة بالحياة، وهذا يدل على حرص المشرع العماني على القيم المجتمعية عندنا السائدة في المجتمع. فبالتالي هو وضع عقوبة سالبة للحرية تتمثل في السجن مثل ما تفضلت، وأيضا عقوبة الغرامة. ولكن نلاحظ هنا أنه هذا قانون عام، ولكن هناك أيضا في قانون خاص وهو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. على اعتبار أن الوسيلة المستخدمة في النشر، وليس صحيح أنه هو التداول نعم أيوة، ولكن التأثير على القيم والخدش الحياة والتأثير على الحياة وعلى الأخلاق وعلى المبادئ والقيم جاء من خلال شبكات التواصل خاصة. لأن هذه الصورة انتشرت بكافة أنواعها، سواء صور فوتوغرافية أو مقاطع فيديو عن طريق شبكات التواصل يعني، ووصلت إلى يعني إلى آلاف مؤلفة في ثواني، يعني أصبحت حديث الساعة يعني. فبالتالي هي أصبحت أيضا مجرمة بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وأيضا حتى هذا القانون نجد أنه يعني جرم، وحتى العقوبة الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة أشد من العقوبة، يعني تصل السجن إلى 3 سنوات بحد أقصى، والغرامة تصل إلى 3000 ريال عماني. كل من يعني أتى ما من شأنه سواء إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء، ما من شأن المساس بالآداب العامة والترويج لبرامج وأفكار من شأنها ذلك. الصور هذه اللي تم تداولها بالفعل هي تحوي بعض الإيحاءات التي تخدش الحياة، سواء مباشرة أو غير مباشرة. ما نود المفروض أن ننتبه إليه أنه إعادة نشر هذه التغريدات، مثل في تقديمكم أنتم الجزء اللي قدمتوا فيه أنه هناك في كثير، ودعوتكم إلى عدم نشر مثل هذه وإعادة نشر مثل هذه التغريدات، لأنها بالفعل تسيء. عملية النشر في حد ذاتها تعتبر جريمة معاقبة عليه بغض الفاعل الأصلي اللي هو قام به، اللي هو كان بطل. هذه لازم تكون واضحة أيضا، تكون واضحة دكتور من خلال الحديث. المادة هذه وضعت حتى من يقوم بالنشر هو في نظر القانون معاقب. فبالتالي المفروض أن الرسالة تصل لحد هنا وتوقف فقط، ما نعيد إحنا نشرها حتى وإن كان من باب المطالبة وتوقيع العقوبة وأنه تهيج الرأي العام وغيرها من هذه الأشياء. لكن في الحقيقة من وجهة نظر قانونية، من قام بنشر هذه الرسالة أو هذا الفيديو أو هذه الصورة هو يعتبر أيضا ساهم في ارتكاب هذه الجريمة، وبالتالي يقع تحت مظلة القانون. اليوم دكتور يعني أيضا تداول هذا الموضوع، يعني في جانب شق أخلاقي وعادات وتقاليد، هناك جانب آخر، هناك أبعد من ذلك. اليوم نحن نتكلم عن سمعة وثقافة بلد، وكون أن أيضا يعني الطريقة كانت واضح أنهم يرتدوا الزي العماني وبأدوات أيضا تعكس هوية المجتمع العماني وتراثه، فكيف ننظر أيضا قانونيا إلى هذا الموضوع اللي يمس البلد؟ هذه وأيضا هي تثير العديد من الإشكاليات. حتى كنا في نقاش أمس مسح حول هذه القضية، تثير يعني حتى من اطلع على الموقع التصوير يجد إنه هذا موقع يعني موقع منتجع أو شيء من هذا القبيل، فهنا يقيدنا التساؤل إن هذا صاحب هذا المكان كيف يسمح، هل هو بهذه الطريقة بالاستضافة إلى مثل أو بسماحه بإجراء مثل هذه التصوير داخل هذا المكان، يعتبر هو أيضا خالف التعليمات الصادرة له أو الممنوحة له، لأنه يلتزم المفروض أنه لما يمنح تصريح لإقامة منشأة سياحية أو منتجع أو شيء من هذا القبيل، هو ملتزم بمجموعة من الأحكام، مجموعة من الضوابط، مخالفتها أيضا يعرضه إلى بعض المساءلات الإدارية. أوكي. أيضا بالنسبة لكن احنا لو تكلمنا عن جريمة يعاقب عليها القانون جاء عاما، لم يحدد انه يعني بنوعية معينة من الملابس. هي من شأنها هذه انها تؤثر على الأخلاق العامة، من شأنها تؤثر على الآداب العامة، تؤثر على المجتمع، على القيم، هذه كلها مجتمع، سواء كانت بملابس
بملابس وطنية، وهذه أسوأ. نعم. يعني من الممكن أنها تكون أيضا يعني كنوع من التشديد، إنه هو عدم الحفاظ على ثقافة وعلى عادات مجتمعنا وعلى أيضا البنية الثقافية للمجتمع يعني. نعم. ولكن الإشكالية تكمن أن الطرف الثاني هو طرف أجنبي، يعني هو الطرف الثاني طرف وقام بنشر هذه في حسابه الخاص بعد ما سافر. نعم، وهذه النقطة المهمة دكتور، يعني البعض اليوم يسأل يقول يعني خاصة بعد ما انتشرت تغريدة شرطة عمان السلطانية، اليوم هذه المرأة أجنبية بعد مغادرتها نشرت هذه التغريدات، كيف سيتعامل القانون في متابعة هذا الشأن وأيضا تجريم هذا الفعل من هذه المرأة؟ هي لا شك في أن هذا الفعل معاقب عليه عند تحرير السلطنة، مثل ما ذكرنا في البداية أن هذا هي تعتبر من الجرائم اللي هي عابرة للقارات، هي ارتكبت الفعل من دولة أخرى ولكن تحققت النتيجة عندنا هنا في السلطنة. ولكن عندها هي الموضوع هذا بالنسبة إلها أو بالنسبة للمنظومة التشريعية عندهم عادي، ما في أي شيء يعني. ولكن هي ارتكبت الفعل هنا وتحققت النتيجة هنا ومن تضرر هنا، فبالتالي لكن هي حاليا غير موجودة على أساس أن يتم معاقبتها، وما ممكن معاقبة شخص وما موجود، ولم يتم تهيئة الجو المناسب حتى يدافع عن نفسه، وبالتالي ما في مجال الحين إلا أن الطرف الآخر المشارك في هذه. لكن من الممكن أن السلطات المختصة تقوم باتخاذ بعض التدابير الاحترازية، مثلا وضعها في قائمة مطلوبين أو أنه في يعني يظل الموضوع مفتوح أو شيء من هذا القبيل، يعني هم أدرى بإجراءاتهم. لكن دكتور في حالة التعرف عليها والوصول إليها يطبق عليها ما تم النص عليه في القانون من عقوبة؟ هي يطبق، ولكن في هذه الحالة لازم إنه يكون هناك في نوع من التبادل أو في نوع من التعاون في مسألة تسليم المجرمين، وفي مسألة إذا ثبتت يعني بعد ما يكون صدور حكم وغيرها من هذه الأمور، يعني لابد أن يكون هناك في نوع من التعاون ما بين السلطنة، السلطات اللي هي قائمة على إنفاذ القانون عندنا في السلطنة، تنفيذ القانون، والسلطات في الدولة التي تنتمي إليها أو ينتمي إليها الطرف الآخر، يعني على أساس أنه يتم تطبيق هذا القانون. نعم. المنظومة التشريعية والنصوص العقابية موجودة وهي تنطبق حتى على الأجنبي اللي يرتكب جريمة ولكن تتأثر أو تحقق النتيجة في السلطنة، ولكن مسألة أنه التنسيق في استلام وتسليم مجرمين هذه طبعا لها أحكام وضوابط خاصة نظمها قانون تسليم المجرمين، وهناك في اتفاقيات دولية في هذا المجال، وأيضا المختصين في شرطة عمان السلطانية يعني نوجه لهم كل تحية وكل تقدير يعني على مسارعتهم وعلى حرصهم على حفظ الأمن والأمان عندنا في السلطنة، أنهم لن ينقوا أي جهد في سبيل تحقيق العدالة وسبيل أنه المجرم يأخذ عقابه، يعني على أساس أنه ما يعتبر هذه سابقة، وبالتالي التساهل فيها سوف يفتح آفاق، ومن الممكن أنه يؤدي بأنه المزيد من هذه الأحداث تحصل عندنا في مجتمعنا اللي هو بعيد كل البعد عنها. نعم، اليوم دكتور هذه الواقعة حصلت، هناك أيضا يعني رسائل يجب أن تصل إلى بعض الجهات على المواطن نفسه اللي وصلت هذه يعني التغريدة وهذه الصور وهذه المقاطع، هناك أيضا يجب عليه أن لا يساهم في نشرها وتداولها، أصحاب المنشآت مثل ما ذكرت الفندقية يجب أن تكون لهم أيضا وقفة أو رسالة، الشباب العماني يجب أن لا يغرر بهم لأي هدف ولأي غرض ولا يقعوا تحت طائلة مثل هذه الأفعال اليوم، يعني مثل ما تم الاستنكار على هذا الشاب العماني والبعض استعطف موقفه، لكن في النهاية يجب أن تصل له رسالة، وهذه الرسالة نريدها منك لكل هذه الأطراف. لا، هو لابد أن الجميع مسؤول عن سواء جهات سواء أفراد سواء أنه يعني لابد أنهم يعوا. أولا نأخذ نقطة بالنسبة حال الأخوة، دعوة مني أنه يا جماعة الخير، الرجاء كل رجاء أن الرسالة تقف، إذا واحد وصلت مثل هذه الرسالة تقف عنده ولا يعاود نشرها، لأن معاولة النشر معناته أنك أنت ترتكب جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن وبالغرامة. أيضا بالنسبة حال الجهات المختصة، إحنا يعني من خلال أثير أفهم الشبيبة أنا ندعو إنه لابد إنه هذول الأجانب لما يقدموا إلى السلطنة سواء عن طريق المنتجعات اللي يقيموا فيها
عن طريق او عن طريق الجهات المختصه يتم توعيتهم بالنظم والقوانين المعمول بها في السلطنه. نعم. من الممكن هم معتقدين النية الإجرامية غير متوفرة معهم، ممكن معتقدين أن هذا بما أنه مباح في بلدي إذن هو مباح في باقي البلدان، وبالتالي من الممكن من الضروري جدا أنه الشخص لما يدخل البلد يكون عارف أنه هو بعادات هذا البلد وبتقاليد هذه البلد. وهنا يأتي دور المواطن العماني الأصيل اللي المفروض أن يكون حريص أشد الحرص على أنه ينقل صورة طيبة رائعة عن مجتمعنا، عن العادات، عن التقاليد، عن القيم اللي تمتاز فيها السلطنة. نعم. فبالتالي هي مسؤولية مجتمعية يتكاتف فيها جميع الأطراف. نعم. جميل دكتور، رسالتك واضحة، ونتمنى فعلا أن الجميع يقوم بدوره الوطني قبل كل شيء، وأن يهتم جدا بعكس الصورة يعني الجميلة عن هذا البلد، سواء شباب وكذلك الناس اللي تصلهم هذه المقاطع وهذه الصور أو ما شابهها مستقبلا، أن لا يساهموا في انتشار هذه المواضيع. دكتور حسين بن سعيد الغافري، محامي ومستشار قانوني، كان معنا في الحديث عن الجانب القانوني لهذه المخالفة. شكرا جزيلا لك. شكرا، بارك الله. ومواصلين معكم مستمعينا في الساعة الثانية من برنامجنا، تحية لكل من انضم لنا على 97.5 من مسقط والباطنة و98.5 من محافظة ظفار. أكيد نسعد باتصالكم ورسائلكم سواء عبر رقم الهاتف 2492000 أو رقمنا في الواتساب على 94799975. واستمعنا في ساعتنا الأولى الكثير من المناقشات الخاصة بموضوع ملف الحلقة اللي طرحنا من خلال الرأي القانوني في هذا الموضوع، وكذلك رأي سعادة هلال بن حمد الصارمي عضو مجلس الشورى اللي سبق هذا الموضوع وطرح تغريدة في المطالبة بأهمية وجود قانون ينظم الإعلانات التجارية. نأخذ أول اتصال. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا مرحبا وسهلا. مساك الله بالخير استاذ العزيز. الله بالنور والسرور، حياك الله. من معانا؟ محمد الصبحي. اهلا وسهلا محمد، كيف الحال؟ كيف حالكم طيبين؟ المصمم العماني الجميل. الله يسلمك حبيبي. يا مرحبا وسهلا فيك، اكيد سعيدين باتصالك وتواصلك. الله يسلمك، حبينا نشارك معاكم بكل سرور بموضوع المستهجن من قبل المواطنين وكذلك من جهات المعنيين. نعم. الموضوع يمكن يستهجن كثير لأنه يمكن خرج عن بعض العادات والتقاليد المتعود عليها في الموضوع بالفعل. ونحن لا نستصغر المواضيع، المفروض أنه من أول بداية الموضوع قبل نشر هذه الصور وقبلها في أشياء كانت تستصغر من قبل الجهات المعنية التي لا تبالي في موضوع الأزياء العمانية، وأنا أتحمل مسؤولية كلامي. نعم. التي تعمل بغير لا مبالاة للزي العماني. عندنا أربع جهات في سلطنة عمان متخصصة في تنظيم الهوية العمانية والتراث العماني وما والحرفية العمانية وإلى آخره، صح ولا ما صح؟ هذا الأربع جهات. نعم. وزارة التراث والثقافة والهيئة العامة للصناعات الحرفية ووزارة التجارة والصناعة ومعهم وزارة القوى العاملة اللي تنظم العمالة لهذا العام. نعم. نحن في عملنا التجاري، نحن انا احد الاخوه اللي يجي، انا احد الشباب اللي يجوني ناس وافدين كثير يحبوا يلبسوا الزي العماني، يظهر بطريقه لائقه، وعلى ما اعتقد انه موجوده عندي صور في الانستغرام ومواقع التواصل الاجتماعي لهؤلاء الناس التي زارت المؤسسه عندي ولبست الزي العماني بطريقه صحيحه. نعم. قدمناها الحمد لله بطريقه صحيحه وتم تعريفهم عن هذه الازياء وما اهميتها في هذا البلد. نعم. لكن استصغار الشيء من قبل الحكومة أو الجهات المعنية هذه أنه نحن كشباب عمانيين يتم منحنا السجل التجاري بخصوص أن نحن نؤجر المنتجات أو نقيم الـ 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 ألو؟ نعم معك متابعين. اسمعني. نعم. نحن نؤجر المستلزمات هذه لأي شخص في سلطنة عمان. لما انا اعمل منظومه حقيقيه لهذا الحين، نحن تعرف الحين اللي ما حصل شغل راح اعمل حي الله شغل، صح ولا ما؟ نعم. نحن الحين تنظيم التجاري عندنا نحن هنا في عمان مبعثر، ما ملموم. نعم. انه في انظمه وقوانين وكذا، صح في انظمه قوانين، الحين لما تحركت الجهات تحركت من الشرطه، وين وزاره التجاره، وين وزاره التراث، وين وزاره
الهيئة الحماية شو اسمها الهيئة العامة لصناعة الحرفية وين تصاريحهم؟ ما في. محمد اسمح لي لو بقاطعك، لكن يتبادر إلى ذهني حقيقة سؤال ونحن نتكلم عن هذا الموضوع. أنت اليوم كصاحب محل ومؤسسة مختصة بالزي العماني، عادة لما تي جهة معينة تطلب منك أنك أنت تجهز بعض الأشخاص بالزي العماني لغرض إعلانات مثلا، هل تسأل عن التفاصيل؟ هل تسأل وما ما طبيعة هذا الإعلان؟ وين بيستخدم هذا الزي وكيف؟ وحتى رفض طلب بس أجانب في الإعلان. أرفض لحد اليوم وبمبالغ طائلة شركات تجيني ألبس وافدين سواء عربي وافد أو أجنبي، إذا كان ما عماني ما ألبسه. هذا كلامي للجميع ويعرفوا، المؤسسات تعرفني عز المعرفة. كم من مؤسسة كانت تريد ومنها يعني شركات إعلانات للمجلات وإلى خلافه، رفض تام مني ألبس أجنبي، وموجودين عندنا شباب عمانيين يستحقوا أن يكونوا هم بدل هذا الشخص. نعم، إنزين أنت قريب من هذا الشباب العماني اللي هم يعني كموديل وغيرها من الشباب اللي يستخدموا زي الإعلان بالإعلانات. معظمهم الموديل العماني. جميل. متى يقع الشاب العماني في مثل هذا الفخ؟ أنا بسميه فخ، يعني إنه يتم استخدامه واستخدام الزي الجميل اللي هو لابسنه في إعلانات مبتذلة مثل هذه، وأحياناً تتعدى إلى مبتذلة مثل ما شفنا في الفيديوهات والصور الأخيرة. في فيديوهات موجودة ويمكن موجودة لحد اليوم لمحلات نسائية أو تقدم الفساتين العمانية ويقدموا العرض الكوشات، وفيها لبس عماني مع عروس والشاب على ما أعتقد أجنبي وليس عماني. وموجودة في الإنستغرام ومتداول في الإنستغرام، لكن ما سويت ضجة مثل ما سويت هذه الصور ضجة. ليش؟ لأن فيها إيحاءات غير شرعية. أو إيحاءات إباحية. فاهمني كيف؟ هناك كذلك نفس الشيء موجودة الصور والفيديوهات لهذه الشخصيات، لكن أنا أتحدث عن شيء واحد، هذا الشخص اللي أعطاهم المنتجات ما سأل عن تفاصيل هذه الإعلان أو هذا السؤال أنا اللي أسأله. ليش ما سأل؟ تعرف ليش ما سأل؟ ليش؟ لأنه أصلاً الشخص اللي الحين عدة محلات مفتوحة ما ملمه بالزي العماني. ناس كلها ما ملمة، معظم الناس ما ملمة بالزي العماني. لما كنت أنا أطالب من 2014 بتنظيم الهوية العمانية أو بالدشداش العمانية والحفاظ عليها بتنظيم، بعد صدور قرار 2016 من وزارة التجارة والصناعة بها بتنظيم الهوية العمانية الدشداش العمانية، أصبحت الدشداش العمانية مسجلة بقرار من وزارة التجارة والصناعة بمواصفات. نعم، بمواصفات ومقاييس معينة. طيب لما صدرت القرار يا وزارة والصناعة، الحين إيش المفروض منك بعد صدور القرار؟ مفروض تفعيل القرار. نعم، تفعيل القرار. وأنا الشخص اللي أعطيتهم الحلول ورحت لعد عندهم وكلمت بنفسي في المديرية العامة للتجارة، بلغتهم إنه يجب على الحين تفعيل القرار. كيف تفعل القرار؟ أقل شيء إنه في نهاية السنة عند تجديد التصريح لأي محل من محلات الخياطة العمانية ما ينجدد له إلا شراء هذا القرار، يشتري المواصفات. نعم. ليش؟ أساس بكرة يتابع من قبل الجهات المعنية. الحين نحن نشوف العبث فيها في التخطير. العبث فيها في النقوش الغير لائقة. العبث فيها في أشياء كثيرة. نحن أنا كلمة شخصية. هو تعرف محمد الموضوع اللي تتكلم عنه أنت موضوع في غاية الأهمية، ونحن نوعدك أن نفرد له حلقة خاصة لأنه متشعب. سبب يا أستاذي، سبب هذا سبب الأسباب. نعم. لأنك أنت تهون الموضوع بشيء بسيط. لا عادي. ويكبر. نعم. لحد ما وصل إلى ما نحن وصلنا، يمكن في أشياء نحن ما شفناها من الصور. خلي في بالك، يمكن هي بكرة بتفتح أكاونت آخر وبتنزل صور أخرى كعنان. لا والله محمد، نحن ذهبنا إلى أبعد من ذلك. يعني إحنا لما كنا نتكلم مع المحامي وسعادة نعم كنا نتكلم إنه والله هذه المشاهد وين راح تستخدم؟ يعني هل ممكن والله في يوم من الأيام نشوف هذه المشاهد في أفلام إباحية؟ ممكن إذا ما تمت المتابعة وتم فعلا التقصي بدقة. اليوم محمد أنا أريدك تتحدث، وأنت أكيد قريب من كل تفاصيل الزي العماني. اليوم لما نتكلم عن الزي العماني، لما نتكلم عن الدشداشة، عن الخنجر، عن السيف، هذه ما مجرد أشياء نحن نلبسها، لازم استشعار قيمتها وهويتها العمانية. أنت جواز سفرك اليوم دشداشتك. نعم. نحن بنفسنا بعد قبل أن نقدم جوازنا، أنا حنأخذ أي مطار في دول العالم، أي مطار نروح بالدشداشة، خاصة لما نروح نمثل السلطنة، ونروح على أساس أن نحن نمثل السلطنة في عروض الأزياء ومشاركة المعارض،
قبل أن نقدم جوازنا، وهذا الشيء حاصل معي وتحدث فيه نعم. كم مرة نعم. أنت من عمان بإيش شفت من إشكالك؟ بزيك نعم. بزيك نعم. والله العظيم من لبسك حتى لك معاملة تصبح لك معاملة خاصة تختلف عن أي معاملة أخرى لأي شخص. رسالتك محمد، رسالتك للشباب اللي يعني يستخدموا الزي العماني في انهم هم اصبح موديل واصبح يصوروا اعلانات وغيره. نعم نعم. انا بعدني من الناس اللي ينصح الشباب العماني الموديل العمانيين اللي يصوروا بالتاج والبواكين والتصريحات الخاصه وما اعرف ايش. نعم. انت تقدم هويتك قبل ان تقدم صورك. نعم. هويتك اول شيء لما يجي يسال والله هذا الشخص من وين، هذا الشخص ما نعرفه من وين، قبل اقدم هويتك العمانيه بالزي العماني، شوف نفسك في الزي العماني كيف تخرج، هل بتخرج بطريقه صحيحه او بطريقه خاطئه؟ ثاني شيء في ناس كثير جالسه تصور وتطلع موديل وتطلع اشياء بس بطريقه خاطئه، اللبس خطا، اللبس ما فيه تفاصيل جماليه ولا يخرج بجماليته. اذا يحتاج انهم يكون على قدر من الثقافه والمعرفه بهذه المواصفات اللي ذكرتها محمد. ايوه، وكذلك وزاره التجاره ما تجي وتعطي حي الله واحد الحين معطاي كلهم معطايين نفس الشيء. وثاني شيء الشباب العماني ما يعني سامحني يعني موجودين ما شاء الله قاعدين يشتغلوا، تخيل نحصل منافسين من الاجانب في تمطيرة الشاب العماني في مصدر اجنبي. لا يعني موجودين في صلالة. نعم. موجودين في ستيب، موجودين هنا عندنا في ستيب، موجودين الحين في صحار، انا تراني انسان متابع. نعم. نعم. واروح ابحث، موجودين عدة محلات تمصدر فيها اجانب. نعم. اكيد هذا امر غير مقبول اطلاقا حقيقة، يعني اذا وصل اذا زينة بيلبسنا اذا الاجنبي بيلبسنا بعد زينة وبيفهم في اكثر منه. نعم. استصغار الاشياء اصبحت فيها اشياء اكبر. نعم. فيجب. نعم. ان ما نستصغر الشيء، لان اذا استصغرنا الشيء يصبح في شيء اكبر منه، بليه اكبر. صحيح. فاذا ما قضيت عليها من تحت خلاص قضيت عليها كل شيء من جذورها، فما ما ما هي فعاليه لما تكبر، بس تعبك لما تجي تقطعها. صح. صحيح. فالحين نحن المحلات الصغيره، انا 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 80% 80% من اللي عندهم محلات ما ملمين بالزي العماني، تفاصيل الخنجر لما تجي تساله ما يعرف تفاصيلها، مقاساتها ما يعرف مقاس السيف، السيف السيف له مقاس معين. نعم. يضطر والشال إلى عدة مقاسات معينة ما يعرفوها الشباب، هم فاتحين محلات. نعم. فأنت كيف تسمح لهم أنه هو يفتح له محل هو ما يعرف بتنظيم الهوية العمانية كدشداشة وكملابس وكأزياء؟ نعم. إيش فيها من جمالية وحلوة؟ نعم. فهذه شعارها وقالات السلطان الله في الصحة والعافية، أسس هذه الهوية من لما حكم السلطنة، لما بدأ حكمه في 1970 دخل بالدشداشة العمانية والبشت والعمامة السعيدية، ودخل بالخنجر، نزل من طائرته باللمس الهوية العمانية، أصبح يسافر يسافر لكي يصادق البلدان بالزي العماني. أكيد. ونحن يعني أكيد هذا يعني مصدر عزة وفخر لنا، ونحن نفتخر بزينة وبهويتنا وما نقبل أبدا المساس فيه يعني إطلاقا. اللي حصل هذا أنا أعتبره درس لبعض من الجهات الحكومية والقائمة على تنظيم الهوية العمانية في اللبس العماني الرجالي. نعم. الرجال هذا تنظيم يجب انه يعملنا تنظيم حقيقي، خلاص نبدا تفعيل القرارات ونبدا تفعيل التنظيم والمراقبه من قبل القوى العامله، تراقب المحلات التجاره والصناعه، تراقب. نعم. حمايه المستهلك تراقب، خلاص نبدا التفعيل وننظم الموضوع ونبدا بطريقه صحيحه حتى في الوزارات الحكوميه. نعم. الهيئات يمكن تشوف تلاحظ استاذي لما تروح الموظفين لا شيء شاديش مخصره شاديش. نعم. ما عمانية يعني محمد، نحن نوعدك ان شاء الله ان نفرد حلقه خاصه لهذا الموضوع باذن الله، يعطيك العافيه. نتمنى انا من الناس اللي يتمنى انه يكون في حلقه خاصه عن الزي العماني ويتحدث عن تفاصيلها. نوعدك جميع التفاصيل. نوعدك ان شاء الله فريق الاعداد دونوا هذا. شكرا لكم على هذه المساحه الطيبه. مداخلتك مثري، بارك الله فيك محمد. احسنت بارك الله فيك. شكرا. إذن هذا محمد الصبحي، شاب عماني ومصمم زياء، وعنده طبعا مؤسسته اللي مهتمة في هذا الجانب، وفعلا بعض الأشياء يجب متابعتها من أصولها. وجميل عبد الله هذه الغيرة على يعني أزياءنا العمانية، وعلى أنه يوجه كيف تستخدم هذه الأزياء والطريقة اللي تستخدم فيها، والرقابة أيضا والمحاسبة إذا تم إساءة استخدام هذه الأزياء. نعم. مساء الخير. مساء الورد جمال أستاذ العزيز. يا مرحبا وسهلا فيك، حياك الله. بارك الله فيك. من معنا؟ أخوك مازن جابري. حياك الله يا مازن، تفضل. حياك الله أستاذ العزيز، حقيقة أول مشاركة لي في إذاعة الشبيبة إف أم. سعيدين بمشاركتك، تفضل. شكرا جزيلا، أشكركم على هذا الصناعي الرائع وعلى هذا الطرح الجميل
وعلى هذه البرامج المتنوعة اللي تبثونها خلال قناتكم. ولكن ربما اليوم أختلف معكم في عنوان الحلقة من منظور آخر، من منظور خاص به. تخدرتنا أول مازن؟ نعم خدرتنا أول شيء. مدحتنا قبل. تفضل تفضل. أكيد نرحب بأي اختلاف في وجهات النظر، ما عندنا أي مشكلة. عزيز أنا أتفق مع الأستاذ محمد الصوافي الصبحي نعم خصوصا مسألة أن الموضوع ربما قد يمس بالهوية العمانية أكثر من مسألة الاعتداء على الأخلاق العامة، ولأن يكون الموضوع فاضح. لماذا؟ لأن أنا كمواطن وأنتم كإعلام أصلا نركز على موضوع الهوية العمانية أكثر من تركيزنا الموضوع الإخلال بالأدب العام، لأن الأدب العام له جهات مختصة فيه، هم يتابعون الأمر ولم يقصروا ولم يتوانوا في ذلك. ولكن عندما نأتي إلى مفهوم الهوية العمانية، ماهيتها، كيفيتها، حقيقتها، وكيف غرس هذه الهوية في المجتمع العماني وفي الشعب العماني، وأنا استمعت حقيقة اليوم من بداية البرنامج لكلمة عضو مجلس الشورى لولاية السيب، وعن مسألة كلامه عن مسألة تغرير الشاب العماني. الشاب العماني هذا لم يغرر من فراغ، الشاب العماني هذا لم يشعر بإحساس الانتماء لهذا الوطن، لم يفهم مفهوم الهوية، لم تعني له الدشداشة العمانية أي شيء، ولا العمامة العمانية كذلك، يعني هو استهان بها حقيقة. هذا أمر أكثر إيلاما من موضوع الخدش أو الحياة أو ما شابه. يمكن مازن أنا أتفق معك، يعني أنا أول ما سمعت عن هذا الموضوع فعلا يعني استهجنت هذا الموضوع على الشاب، كيف تسمح له وطنيته أن يعني يفعل فعل مثل هذا وهو يرتدي هذا الزي. ففعلا هذه الجانب يعني الوطني في الإنسان دائما يكون رادع، حب الوطن يحضر فتختفي يعني الأشياء السلبية الأخرى. أكيد أستاذ العزيز. يعني أنا أشكرك على هذا التعليق مهم جدا. لماذا؟ لأن غرست الهوية العمانية أو غرس حب الانتماء لهذا الوطن، والله لن تجد أي شخص يستطيع أن يتخلل خلالنا أو خلال هذا البناء المرفوف. الآن ما نلاحظه خلال الوضع الحالي هناك تيارين تعصف بالهوية العمانية، تيار يهدم الهوية العمانية، وهذا ملاحظ ولا نريد أن نتدخل به، تدخل ربما الجهات السياسية والأمنية. وهناك تيار آخر هو من الداخل يلجأ هذا التيار، وهو تيار طمس أو تشويه هذه الهوية العمانية. وأنا حقيقة في قلبي كلام مر ربما لا يسعد إعلاميين أو ذات إعلام. فمثلا عندما نأتي للبرامج التي تبث أثناء يعني فترة شهر رمضان، أنا حقيقة كان لي تعليق للفيلم العماني الذي يبث خلال فترة شهر رمضان إلى الممثلين، عندما تجد عماني بزي رسمي يرتدي الكم العماني بطريقة يعني نوعا ما غير مقبولة عند العمانيين، أو الدشداشة والإزار يخرج بصورة غير مهذبة، الإزار أطول من الدشداشة أو البنطال. أنا لو جيت وجهت سؤال للمخرج أو لطاقم العمل في هذا المسلسل العماني، هل يرضيكم هذا المشهد في أنفسكم بداية في الوقت الحالي؟ فالإجابة كلها جميعنا نتفق أنها لا. أين وزارة الإعلام عن مثل هذه الرقابة؟ هذا المسلسل العماني لا يبث فقط في داخل السلطنة، وإن بث فقط في داخل السلطنة فهناك شرائح متعددة من الجنسيات هم ينظرون إلى الزي العماني بهذه النظرة المزرية، أو ينظرون بأن العمان لا زال متخلف في لبسه. حقيقة هذا واقع مر كذلك قبل سنوات، لأن الهوية ليست تتعلق فقط بالزي العماني، الهوية هوية دينية وعقلية وثقافية وعادات وتقاليد. قبل مدة من الزمن صدر كتاب الملح، ربما الجميع علم عنه. هذا اعتداء على الهوية الثقافية والهوية العلمية في السلطنة. ما هي الإجراءات الوقائية أو الإجراءات؟ هو يمكن يعني مازن لو تسمح لي، يعني كلامك جميل فعلا وينطلق أيضا من وطنيتك وأيضا غيرتك على هذا الوطن، وسواء ما يرتبط به من هوية، لكن اليوم لما احنا تحدثنا عن هذا الموضوع يمكن تحدثنا عن القضية اللي هي تم يعني وقعت مؤخرا وحاولنا نتفاعل معها بالطريقة اللي تناسبها. لكن عند حديثنا لما لو نحب نفرد يعني مثلا حلقة خاصة في حديثنا عن الزي العماني وعن الهوية راح يطول الحديث جدا، لأن الكل راح ينظر لهذا الموضوع من منظوره الخاص، وأيضا لابد أن تكون الجهات المعنية مثل ما تشير وزارة الإعلام، وزارة التراث وغيرها من الوزارات أيضا اللي تنظم هذا الجانب تكون حاضر، حتى يكون أيضا ردها واضح على ما نطرحه نحن من تساؤلات سواء كإعلام وكمواطن اليوم يسأل عن هذا الجانب. نعم. طيب نسألك سؤال أستاذ العزيزة، أنا كمواطن الآن لدي الوطنية والغيرة على وطني، ما هو دوري لإن كان الأمر فاضح أو لا؟ أقل شيء أسوي أني ما أرسل هذه الصور ومقاطع الفيديو اللي تم تداولها.
استاذ العزيز نحن الان نعيش في زمن او في عالم تكنولوجي. نعم. سواء هذه الصور حقيقه واصبحت حقيقه، فما بالك بالصور الاحيان او بعض الاخبار التي تصبح وهم او اشاعات فتنتشر انتشار الهواء في الطبيعه. نعم. لذلك انا اتكلم من هذا المنطق. لماذا؟ انا كما قلت لك ان هذه اول متابعه لي، انا اشكركم على هذا التقديم. نحن سعيدين، اكيد سعيدين جدا بالمتابعه. اذا على غبار عليها، ولكن يؤلمني أني مثلا أن أركز على شيء أدنى من الشيء الأساسي. لماذا؟ لأن وأنا متأكد أنكم ستطرحون في الأيام القادمة موضوع الهوية العمانية. نعم. متأكد ومتيقن. لماذا؟ لأن لديكم روح الوطنية. وأنا حقيقة خلال بحثي في الأيام الماضية عندما أجي أبحث عن الهوية العمانية في برامج السوشيال ميديا أو برامج التواصل أو في الكتب، والله العظيم يعني من باب الغيرة أجدها قليلة جدا. صحيح. نعم صحيح. ولا شحيحة يعني لا يكاد تذكر. ونحن الآن نجد التهجم الكبير على هويتنا، نجد التيارات التي تحصل هذه الهويات سواء في مجال الهوية العلمية أو العقلية أو حتى في مجال الآونة الأخيرة واجهنا اعتداء على الهوية التراثية في مسألة الفنون الشعبية. صح. يعني هناك دول تبنت هذه الفنون. أين الجهات المعنية؟ لماذا نحن نستدرك الوضع بعد أن نسك باللبن؟ نعم، بعد فوات الأوان. لماذا لم نستفيد من قصة جحا لما ضرب أمر ابنته بنقل إناء من منزله إلى منزل جاري فضربها؟ قال انكسرت الإناء ضربتك ثم ضربها. فسأله جاره لماذا فعلت ذلك؟ قال ضربتها لكي تشعر بألم الضرب قبل أن تكسر الإناء. نحن لا نطبق عكس ذلك، نحن نطبق حكمة جحا. والله كان حافظنا على بعض هوياتنا. الآن أصبح نحن فقط نضع هوياتنا ونركز على مسألة الهوية بعد فوات الأوان. لو وضعت قوانين صارمة ولو فقف المواطن بأهمية هذا الزي العماني وأهمية هذه العمامة العمانية ما تجرأ هذا الشاب. نعم. وضعت قوانين صارمة بشأن الذين يعتدون على هذه الهوية. نعم. ويمكن مازن احنا محتاجين لوقفة، محتاجين لوقفة مثل ما تذكر. لابد يعني احنا ما ننكر أيضا هناك بعض الجهود قائمة، لكن تطور الحياة وتغير أيضا واجهتنا وانفتاحنا على كثير من الجوانب مهم من خلالها أن نراجع كثير، سواء من القوانين، مناهجنا، رسائلنا التربوية، يعني إصداراتنا، كل هذا يحتاج إلى عادة صياغة وائم المرحلة الحالية. أمل مازن قال أنه المفروض أن نحن مخصصين حلقة حل الهوية العمانية. ونحن نقول لمازن تم. والله هذا اللي أتمناه أستاذ العزيز حقيقة. نعم. لأن موضوع التركيز على الهوية هو أهم من ذلك. لماذا؟ لأن أنت كما يقول مثل علمني أنا أصطاد قبل أن تعلمني أنا أكل. نعم خلاص، هذا الموضوع الآن أصبح من ضمن قائمة مواضيعنا. نعم، تشكر أستاذ العزيز. إن شاء الله ولا يهمك. شكر لك مازن على هذه المداخلة. بس عاد تكون من أول المتابعين هالحلقة اللي عن الهوية. والله يسعدني ذلك حقيقة. أنا اليوم بالأفطار على التويتر فوجدت إذاعتكم أول إذاعة مرئية في السلطنة. فعجبني البرنامج، التقديم الرائع، الأخوة المشاركين حقيقة، منيم مستنيرة وكلام جميل جدا، وكل إنام بما فيه ينضح. فاستفدنا وأحببت يعني أني أشارك، ومن باب الغيرة كما يقال. لماذا؟ لأن نحقق مواطن أنا غار على هذا الوطن. وإن شاء الله بنسمع مشاركتكم وداخلتك في الحلقة اللي بنخصصها عن الهوية العمانية بإذن الله تعالى. يعطي بدر، خلك على مازن. نعم، خلك على الخط ويأخذ الأخوة في الكنترول رقمك. طيب شكرا جزيلا. يعطيك العافية. شكرا.